السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض. Yeah.
Amen.
مشيت وعبروا في النار، مفيش حاجة لمستهم، حتى لو كانت شكل ظروفي صعبة. لكن أقدر أقول لك يا أبوي، أقدر أقول لك حبيبي، جدد عهدك معايا دلوقتي وجددي عهدك في وقت الممضى عليك. قول كده. أقدر أقول له يا أبوي، كثير الرحمة.
ضلمه هو بيحبك، حتى لو هو لو في اي حاجه بيحبك هو معاك. رب صالح حنان ورحيم، تتكسر كل بيوت في الصلاه والتسبيح. قولوا كما انت عظيم كما انت رحيم. هنختم بالتقديمه دي وبعدين هنصلي صلاه قبل الكلمه، وهنصلي في اخر فرصه ترنيمنا بعدد واحد اغمرنا اغمرنا بحضورك. واحنا بنقول الترنيمه دي تصليها، يو دونت هاف ان انت ترنمها، عايز ترنمها رنمها وانت بتصليها. يا رب انا عايز حضورك، انا مش جاي اغير جو، جاي لا جاي اسمع الكلمه، جاي اتعلم، جاي اخرج متغير. امين. تعال قول له كم انت عظيم كم انت رحيم. بولسوس هناك بالظبط كانوا بيعملوا كده، وتفكت اساسات، اتزعزعت اساسات السجن وتفكت القيود وخرجوا وتردد كرامه ليهم لدى الرب صالح. قول يا رب احنا عايزينك انت، انت صالح وعينينا عليك. صالح يعني نافع في اي وقت وفي اي مكان، هو بيحبك.